بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبي الهادي الأمين محمد عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. النهارده بنستعرض مع حضراتكم شرح مقاييس النزعة المركزية. أشهر مقاييس النزعة المركزية هو المتوسط الحسابي والوسيط والمنوال والمدى. المتوسط الحسابي بيستخدم إذا لم توجد أي قيم متطرفة، بتقوم بجمع الأعداد وقسمتها على عددها لو كانت أعداد مطلقة، غير أنها تكون فئة لها قانون آخر. أما الوسيط فيستخدم إذا وجدت قيم متطرفة، بنرتبها ترتيب تصاعدي أو تنازلي، وإذا كان العدد فردي بناخد القيمة اللي في الحد الأوسط، إذا كان العدد زوجي بنقوم بجمع القيمتين اللي في الوسط ونقسمهم على 2. أما المنوال فهو القيمة الأكثر تكرارا وشيوعا، والمدى هو الفرق بين أكبر قيمة وأصغر قيمة. تعالوا بينا نستعرض ذلك من خلال برنامج إكسل. بافتراض أن عند حضرتك هذه القيم، والمطلوب أنك تجيب الوسط الحسابي. الوسط الحسابي اللي هو الأفرج، يا إما تكتب الدالة يدوي وتقول يساوي أفرج وتحدد المدى من عند إيه، من عند بي 4 إلى بي 14، يا إما أنك تستعين بإدراج دالة على هذا النحو. اتأكد الأول أنك واقف في المكان الصحيح لحساب الوسط الحسابي. البعض بيسألنا ويقول لنا يعني إيه مقاييس النزعة المركزية؟ مقاييس النزعة المركزية هي مجموعة من المقاييس العددية التي تستخدم لقياس موضع تركز أو تجميع البيانات ضمن حد معين أو فئة إحصائية معينة، ودي بتساعدنا هذه المقاييس الإحصائية على تلخيص البيانات الإحصائية. قلنا أشهر الوسط الحسابي والوسيط والمنوال والمدى. بقف عندي الوسط الحسابي، يا اما اكتب الدالة يدوي يساوي افرج واحدد المدى واضغط انتر وقوم بالضغط والسحب، يا اما استخدم ادراج دالة سواء من تبويب صيغ اللي هي فيرميورا او انك تضغط على افكس من شريط الصيغ، وهي دالة إحصائية. فدالة المتوسط الحسابي اللي هي المجموع على العدد، دالة افرج اللي هي تاني اختيار، وبعدين اقول له موافق، ثم بعد ذلك اقوم بتحديد المدى على هذا النحو. هيقوم بجمعهم وقسمتهم على عددهم، يديني المتوسط الحساب الخاص بهذه القيم، ثم اقف عليها كده واضغط واسحب فيتم تطبيق المعادلة على باقي القيم. بينما الوسيط اللي هو الميديان، حضرتك برضو من ضمن الدوال الإحصائية، هنبدأ نضغط على حرف الام الى ان يظهر MEDIAN، ادي الوسيط. هقول له اوكي، ثم ابدأ احدد المدى الخاص بالوسيط على هذا النحو واقول له موافق فيديني القيمة بتاعته. وقلنا اللي بيحصل بالنسبة للوسيط انك بترتب ترتيب تصاعدي او تنازلي، لو فردي بلع القيمة اللي في الوسط، لو زوجي بالقيمتين اللي في الوسط تجمعهم وتقسمهم على 2، ثم نقوم بالضغط والسحب على هذا الوضع. بينما المنوار هي القيمة الاكثر شيوعا او القيمة الاكثر تكرارا، هتضغط هي دالة مود، تضغط على حرف الام الى ان تظهر قدام حضرتك مود، او حضرتك تكتبها MODE وتفتح قوس وتحدد المدى. فتحنا اهوت، هنبدأ نحدد نشوف كده مع حضراتكم. وانا ممكن اتنبأ بالقيمة الاكثر تكرارا، لو احنا شفنا ادي 2.5، ده 1، ادي 2 تكررت مرتين فقط، 1.5 تكررت 3 مرات، اذا النتيجة هتكون 1.5، ده المنوال. ثم اضغط واسحب بهذه الطريقة. طيب بينما المدى ملهاش دالة محددة، لانها عبارة عن اكبر قيمة ناقص اصغر قيمة، فنستخدم دالتين مركبتين مع بعض. الاول بنقف بنحدد احنا فين المدى بتاعنا من بي 4 لبي 14، فهنكتبها مع حضراتكم يدوي. هتقول لي يساوي، اتاكد انك وضع اللغه الانجليزيه، افتح لي قوس، اكتب لي اسم الداله ماكس اللي هي اكبر قيمه، افتح لي قوس اخر من بي 4 شيفت وي الكاف الى بي 14، اقفل هذا القوس، ثم علامه ناقص، ونكتب الدالة الأخرى اللي هي دالة من MIN وافتح لها قوس واكتب المدى من بي 4 الى شيفت والكاف بي 14، واقفل القوس بتاع ديت، ثم اقفل القوس الكبير واضغط انتر يديني المدى، ثم احدد واضغط واسحب
البعض بيعملها بطريقة تانية جميلة. ايه هي؟ بيجيب اكبر قيمة للقيمة ديت ويجيب اصغر قيمة ويطرح الاتنين مع بعض. انا حبيت اوفر على حضراتكم وكتبت المعادلة مباشرة، يساوي ماكس اوف، بفتح قوس للمدى، يبقى ماكس اكبر قيمة ناقص اصغر قيمة تسمى المدى. دول اشهر اربع مقاييس في النزعة المركزية التي تستخدم في الاحصاء. اتمنى ان انا اكون وفقت لذلك، تقبلوا تحياتي وانتظروني في عشرات الفيديوهات المتخصصة في الاحصاء وفي التحليل الاحصائي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.